وها نحن نعود من جديد ونعود بهذا الموكب من مواكب النور ومن مظاهر الاحتفاء والحب بسيدنا صلى الله عليه وسلم. ومصر عاشقة لسيدنا صلى الله عليه وسلم من خلال ما تعلنه مشيخة الطرق الصوفية وترفعه الطرق الصوفية من رايات الحب والعشق لسيدنا ولآل بيته الكرام. وبعدما انقضت الظروف التي ألمت بالعالم طوال فترة كورونا، نعود من جديد لمظاهر الحب والاحتفاء بسيدنا صلى الله عليه وسلم. خمسة وثلاثين طريقة صوفية محبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت لهذا الاحتفال بالأشواق، منعتها الأوبئة ومنعتها الفتن والظروف، فالآن الآن وجدوا نهمتهم، وجدوا بغيتهم، وجدوا فرحتهم. وهذا اليوم احنا الصوفية في أقطار الأرض بيحتفلوا بهذا اليوم تخليدا وتشريفا وتعظيما في شرف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الجمع وهذا المول باحتفالاته والموكب العظيم الذي جاء من كل بقاع الأرض المصرية، جاءوا ليحتفلوا بسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا بنقدم الشكر للدولة المصرية على هذا الجهد، وأيضا على الموافقة على استمرار هذه المواكب الدينية الجميلة. النبي.